عن اليوم ليلتنا أردنية كويتية، بس مو مباراة، لا ليلتنا اليوم إن شاء الله ليلة عربية جميلة. معنا راح تكون الأستاذة كفاح بدران. يعني عشان تعرفين أبو محمد يعني مو بدر واحد، عندنا اليوم بدران يعني منورة زيادة اليوم علينا. هي طبعا أستاذة في مدرسة احتياجات خاصة، لكنك اتخذتي منهج الفلسفة كدراسة لك. شنو هي الفلسفة بالضبط لنوضحها للسادة المشاهد، وليش اخترتي الفلسفة؟ على فكرة بس قبل لا نبلش، دائما لما نشوف بالمدرسة طالعين ناس غايبين كذي قاعد يمشون كذي مو فاهمين شيء، نقول له امتحانك شنو؟ تقولي فلسفة. ليش؟ هاي ثلاث أسئلة كلها راح تجاوبينها إن شاء الله كلها. الفلسفة يا عزيزتي وبكل بساطة هي الحكمة، هي أساسا تعريفها محبة الحكمة. واحد ابن حلال سماها، نسيت مين هو. وبالغالب الفلسفة مثل الساحرة اللي بيحق لها تروح أي مكان، فهي تطوف في كل مكان، عندها رخصة، عندها جواز أمريكي، وديها أي مكان. ليش؟ لأنه الفلسفة موضوعها الحقيقي هو الحقيقة. أنا أبي أعرف، وسؤالها دائما ليش. فإحنا أي إنسان بأي شكل، طول ما عقلك بيشتغل بشكل أو بآخر أنت بتتفلسفي لأنك بتسألي ليش. لكن كعلم فهو لما بيبحث عن الحقيقة بيكون عنده درب ممنهج، ولما بيسأل عن الأسباب أو عن علة وجود الأشياء فهو بيدور لحد ما يوصل للعلل الأولى، وبيكون متخذ نوع من طريقة بالفكر منظمة. واليوم احنا وين بنروح ام محمد؟ الأردن. بنروح الأردن، ايش رايكم؟ نشوف شنو محضرت لنا. حياكم بالمطبخ. يلا. العافية أم محمد وحياك الله أستاذة معنا في المطبخ. الحين هذا هو الوقت اللي إحنا نبتدي، هذا هو الوقت قبل الحقيقة، الحقيقة لما يوضع الطبق. أم محمد إحنا نشوف اللحم ونشوف أشياء الظاهر اليوم الليلة دسمة عندنا. إيه طبعاً، يوم منسف بفخاذ الخروف وبالفقع على الطريقة الكويتية. هي أردنية، أكلة أردنية. إيه. بس أنا مطورتها على الطريقة الكويتية. لازم هيلو زعفران، ما تقدرين كذي تأخذينها كذي، لازم تطورينها. يلا نبتدي. انا طبعا سالقه فخذ الخروف بالمعروف يعني بالكميه من الماء اللي ينضج، وبالبهارات المطحونه والكامله، بعدين شايله الماء على جنب حلو عشان استعمله مره ثانيه. هني يعني جاي يحمرونه بهذا بالزيت او بالفرن بعد ما يخلصون. وعندي هني قطع قصة بعد هم فخذ مقصصته قطع حق اليخنة. هي وياه يعني يكون لا يخدم. يعني الاكله تحطين ايدك هالصوب لحم، تحطين ايدك هالصوب لحم، الكل صوب. ايش رايك يعني اليوم شيء لحمه؟ ليله لحميه اليوم. ليله لحميه مو ليله فلسفيه. لا لا لا، لحميه. انا ببتدي في اليخنه. يلا نبلش. شو راح تكون اليخنه؟ اول اني سالقتها طبعا وشايل الماي ماله، وهني وياها لبن شتورة وروب ولبنه، لازم لبنه حامضه. لبنه حامضه. ابتدي اول باليخنه. هو الاكل لما يكون في حموضه احسه يطلع اطيب. ما ادري يمكن انا ذوقي كذي، هو بيختلف، بس بالغالب فعلا الحموضه بتعطي نكهه. بتعطي نكهه. صحيح. خلينا الحين نطلع من الحموضه، خلينا ندخل الحين الى العمليه التعليميه بالكويت. كونك ما شاء الله معلمه ومن زمان، اكيد لابد ان في ملاحظات على هذه العمليه التعليميه. هناك في تردي في مستوى الطلبه من جميع النواحي، لابد ان هناك عده اسباب. خلينا نتكلم عن الاسباب اللي تشوفينها ظاهره وواضحه ولازم ما نسكت عنها. العمليه التعليميه بالكويت خضعت لعده تغيرات. كان دائما هدفهم تطوير العمليه المعرفيه. نعم. ولكن هم بينسوا بالغالب انه بيتعاملوا مع طفل صغير، والطفل الصغير بيتعلم بطريقه معينه، بتعلم عن طريق التفاعل مع الحياه اكثر من التفاعل مع الكلمات الجافه والجامده. صحيح.
اللي عملوه انهم هم غيروا الالوان، صح؟ حتشوفي كتاب الطفل الصغير كله الوان الوان الوان، ولكن لا زال شيء جامد. لكن لو اكتشفنا بانه الطفل حقيقه بيتعلم مثل ما احنا تعلمنا من زمان، عن طريق التفاعل مع اقرانه، عن طريق كمان التفاعل مع افراد اسرته، بنحس ساعتها انه في نداء ثاني اخر، انه يجب ان ينتبه المتعلقين بالمناهج، انه لازم ننتبه مع هاي انذار، انذار انذار الريحة وانذار التنبيه الاساسي، انه لازم نتعلم نرجع لانه الطفل هو الاساس. لازم ننبه لانه العملية التعليمية بحد ذاتها لازم تنتبه إلى عملية التفاعل، ونخلق بيئة داخل المدرسة مو قائمة فقط على تلقين وكتاب، على تفاعل. يعني أنا تلقين وكتاب من أجل الامتحان فقط؟ لا، ما بينفع هاي أولا. ثانيا، هو الشيء الأهم وله علاقة بالفلسفة، التعليم لا يتوقف فقط على إلقاء المعلومات أو تلقي المعلومات، التعليم قائم على تقييم هذه المعلومات وفحصها وتحليلها. فيجب من عمر الطفل الصغير نعوده على نوع من التفكير النقدي، ونعطيه يعني فرصة أنه هو يطور مهارات فكرته. استاذتي أنا خلينا نتكلم عن هذه النقطة. محمد في كتاب العلوم بس يكون في اكتشف، المدرس يقول الغي الصفحة، فكر ابحث، الغي الصفحة مو مهم. يعني هذه الحالة اللي قاعد يعيشون أولادنا فيها، فقط ادرس احفظ النقاط المهمة من أجل الامتحان، فصاير المدرسة صاير عبء قيل عليهم، ولا ايش رايك؟ هم اللي بعد وين هم صاير بالنسبه لهم، ويمكن حتى اولياء الامور تاثروا. الحين مو محمد، الريحه جدا مؤثره، شنو حطيتي الحين؟ حطيت الليمونه الكامله، وحطيت الملح والبهار المخلوط والثوم. الحين ريحه الثوم سر. الحين بحاول طبعا انا من اول هذه اللحمه طبختها وحامستها، حامستها وطبختها وحاطه عليها ماء، شايله الزفره وحاطه. يعني انت تحمسين اول شيء بالزيت والبصل؟ بالزيت والبصل وكل شيء، يعني كلش بسوي مرق بس بدون طماط. ايوه. وبعدين جايبه هني اللبن والروب واللبنه الحامضه، احط النشا عليها وهي بارده واخليها، وبعدين اصب عليها شوي من ماي اللحمه. لازم عليها ماي اللحمه. استرجعنا الذكريات ولا لا؟ اللبنيه ذكريات وحاضر ومستقبل، لانه هي الاكله المفضله جدا. صح. هي النداء. لكنها احسها اكله حق جمعه فعلا، مو حق شخص واحد يسويها، راح يقعد يبكي بروحه يتذكر الجمعه. فعلا. اولا هي فعلا لها علاقه بفعلا الأعراس. صح، مناسبات. في المناسبات، فيعني خلاص بلموا كل، حتى في أيام القرى القديمة بلموا خبزهم، يلا يا جماعة الله، فتة ولبنية ومنسف. أيوة، شفت إحنا الحين لمين هاللمة الحلوة هذه في شهر رمضان، شايفة؟ علشان نسوي هذا الطبق. خلينا نرجع إلى نقطة يمكن أنا قلتها وما كانت على بالي. تأثر الأولياء الأمور، تأثر أولياء الأمور بمستوى التعليم، بحيث أنهم قاعد يتعاملون بسلبية مع أبنائهم تجاه هذا التعليم. شوفي، تأثر أولياء الأمور بالعملية التعليمية له وجهتين. من الناحية الأولى، أنا كأم أو بشوف ابني، بدي ابني يتعلم. صحيح. فشاغلي الأساسي أنه ابني يتعلم. من ناحية تانية، طب شو بدي أعلمه؟ طب يعني هو عم بروح على المدرسة فترة طويلة من الظهر لحد ساعة 2 أو 1، برد البيت مرتاح، كمان بيحل واجباته، وكأنه علي عبء تاني، إقامة مدرسة تانية لابني حتى يتعلم الأشياء اللي مفروض أخذها بالمدرسة. صح. هاي العبء الأول. هو ما قاعد يأخذها بعد، هو بياخذها، ولكن السؤال الحقيقي ليش ما عم تركز بمخه؟ السؤال المهم ليش ما عم بيستفيد منها؟ الطفل بيستانس هو بالمدرسة ولا لا؟ يمكن الفترة الوحيدة اللي بتحس فيها ابنك فرح هو ساعة الفرصة. صح. وإذا خلوهم يلعبون كرة، خلوهم يلعبون بالألعاب كرة. لكن يأخذون هذه الحصة إلى العلوم؟ يأخذونها الفلسفة؟ لا لا، ما يأخذونها الفلسفة. صح؟ الحين خلينا نرجع إلى فلسفة أم محمد في عمل المنسف. ها أم محمد، وين وصلتي؟ خلاص الحين لما يصير ثقيل طبعاً مع النشا، خلاص احط اللحم مرته. اوكي، احطه فيه، وحطيت طبعا هم جزء من المرق ماله. اوكي، مرقه اللحم نفسها. إيه؟ خلاص احطها الحين. هلا حطيت اللبن، النشا بيعطيه قوام، بيعطيه قوام ثقيل. ثقيل وبخليه مع بعضه متماسك. وبعدين محمد لازم تضل لازم تطلع خلاص ثقل على طول. اي لازم نحركها. يعني احنا ما شاء الله علينا هم نشتغل برا البيت، وداخل البيت نشيل اثقال وكذي ونعظم صوت ما في. شفتي لازم الحركه هاي. خلاص الحين احط اللحمه.
الله. واللحمة مستوية بس خلاص يعني فترة اللي تسخن أو تذوب يعني شوية. بس يا سلام خلاص. ليلتنا لحمية. مش لبنية؟ ليش ما يركز في بال أولادنا؟ ليش المنهج ما يركز؟ المدرس شنو قاعد يسوي؟ قاعد يوقف ويلقي المحاضرة يلقي الدرس؟ العملية التعليمية مو تلقين أولاً. ثانياً المدرس مو ملقن، المدرس أستاذ فنان، بده يعطي لأولاده المعلومة بطريقة جاذبة. ترى أنا أول مرة أسمع هذا المصطلح، المعلم فنان موهوب. بصراحة التعليم رسالة سامية. ليش؟ لأنه أنت بتتعبي وأنت مبسوطة وأنت عم بتأدي رسالتك. الرسالة مو بس أني أنا والله أخلص واجبي وأعمل جهدي ومش عارف إيش، أنه تكون عندك الروح اللي جواتك، هالنداء أنك أنت تطلعي وأنك تفكري. يعني عارفة أنت دائما بتحدي شلون أخليهم يعرفوا هالإشي، كيف أخليهم ينبسطوا، كيف أخليهم يتعلموا الأشياء المهمة. بعدين إحنا بننسى أنه في أشياء مهمة جدا للتعليم، صح، ألف باتاء والحساب والرياضيات وفنون الحياة ومهاراتها، تطوير جوانب الشخصية نفسها، النفسية الفنية المهارية. يعني كمان كل ما الطفل بيمسك الأشياء وبتفاعل مع مثلا الرمل مع وحاولوا على فكرة في كثير من رياض الأطفال انتبهوا لهالمسألة، فحطوا دائما عندهم ركن خاص بالرمل، لأن الطفل وهو بيلعب بيكتشف العالم. هو احنا استاذتي لما نروح على البحر نحب نلعب بالرمل، ليش ما ادري، الظاهر قاعد نرتبط بالطفوله، عوده الى الطبيعه. اي في شيء احنا قاعدين يعني في حركه بالايد، احنا هذا شيء نفتقده، هذا التفاعل. يرجع الطالب البيت ما يكون عنده، ام محمد ما يكون الطفل عنده متعه انه يقول حق امه وابوه والله اليوم درسنا هذا الشيء. لا، انا ابي مدرس خصوصي علشان يفهمني اللي المدرس في المدرسه ما فهمني. يا ام محمد ليش كذي تجربه مع المدرسين الخصوصيين؟ وايد يدشون يطلعون صراحه مو فاهمين، لان الاعداد اولا هذا عندك ام عبد الله، الاعداد في الصف تكون كبيره. اي ما يستوعب، يعني ما يستوعب يعني مثل يعني ابني او بنتي من الصف، بعكس ابني اللي في المدرسه يعني المدرسه الخاصه الاجانب يحطون يعني اعداد صغيره 7-8 بس بالكثير 10 نقول. ما شاء الله في استيعاب، وبعدين يعني عندهم يعني هم يحركون مخهم، يعني اسئله خارجيه يبون مو من نفس الكتاب، يخلون يبحثون بالكمبيوتر، يطلعون عن مواضيع في انشطه، يعني في انشطه، وهم ينفون عنهم يطلعونهم في فترات، يطلعونهم ودون اماكن برا. لا احنا بعد مدارسنا يودون المتحف، مو المتحف، للحين المتحف يودون. المتحف المتحف قديم والى الان يودون. بس كمان يعني بملوا الاطفال، يملون غير بعدين يعني اذا ما كان في مدرس صراحه او واحد في المتحف يحاول يخلي عمليه المتحف ممتعه، الاطفال المساكين مش حيعرفوا غير يلفوا يلا انت الغداء. لا امه هذا هو احسنتي، هذا اللي ناطرينه. ام محمد متى انت الغداء؟ ام محمد الحين وين وصلنا؟ انا اللي اخنا الحين استوت اشيلها على جنب خلاص، يعني ثقلت، شوفي ثقلت واللحمه تكون مستويه وتستوي اكثر، والريحه مالتها خلت كل شيء فينا يستوي. خلاص ابتدي بالرز مالها، رز خليه على جنب. وفي منسف بالبرغل؟ في هي لبنيه بالبرغل او لبن بالبرغل في بلاد الشام، طبعا في سوريا خصوصا بدرعا وحوران، لانه اساسا يعتبر القمح هو مصدرهم الرئيسي، يعني لانه زرعهم الاساسي او منتوجهم الاساسي. ف البرغل يسلقوه، ويا ام محمد فبيمارسوا عليهم قوتهم عاد في الدهس، يعني يعني اذا كان حد ما يطرى وينعم، اذا كان الزوج شويه معكن المزاج. لا هي على فكره شغله الزوج مو شغله يعني شغل البيت، مو شغل ما ياخذون من المحلات. لا داخل البيت مين اللي بيهرس، خصوصا لما يعني تكوني عامله وليمه، طبعا لازم صاحب البيت. شوفي لازم الزوج يدخل هو على البرغل. ما شاء الله حلو شغل البيت حلو. لا ولازم الزوج هو اللي يسوي مو الزوجه. الضرب على البرغل لازم الزوج هو يسوي، يعني المفضل عشان يظهر قوته. يعني المفضل يعني عرفتي.
بس في سيدات بيعملوها طبعا اكيد وبكونوا شطار فيها ونفس الشيء اللبن والجميد ونفس الطريقه. جربت الجميد يا ام محمد معاها الطبخه؟ اي انا جربت والله اكلنا جميل بس لانه مو متوفر على طول، بس كنا هالايام جايبين سائل بالكويت بس اكتشفنا طريقه. احنا صراحه اللبنيه بنعملها هون بالكويت باللبن صراحه. قاعده تكيفون طبعا الوضع. ولعلمك طيبه جدا وممتازه كمان. ان شاء الله اليوم نذوقها ونشوف شلون صايره. الحين طبعا انا بدي اقول لهم اللحمه هذه فخذ اللحم سالقتها سالقت البهارات كامله والمطحونه وشايله الماي على جنب. انزين الحين برد اشبس العيش الرز عشان كل ما نشبس في مي طبعا اللحم والدايق يعني ألذ يصير. كلش ليلتنا لحميه في كل يعني وين ما نحط ايدنا راح ناكل لحم اليوم. انا الحين بعمل البصل حق الرز وارد احط له شوي ثوم. انا احب الثوم. تحطون الثوم؟ والله في ناس تحط في لا عارفه في بلاد الشام تعتبر منتقده ان تضعي مع الرز بصلها. صح؟ لا لا نحط بصل طبعا بالعكس الصياديه اللي هون بالكويت بالعكس ما صح. في اطيب من الرز اللي مطعم بالبصل. صح انا حتى العيش العادي احيانا يسوونه بالقاع بصل عشان مع الحفره. اي احنا الخليجيين نحط كل ما صار يعني في مثل حمسه بصل وكذي بس يصير يكون طبخه راغيه اكثر. صراحه اطيب بيطلع يعني البصل صراحه سلطانه. احسنتي هو منه سلطان البصل صح؟ للبصل سلطان. ارد احط انا دائما ارد احط البهارات المخلوطه شويه وارد احط يعني في ناس اختيار الليمون مطحون اللومي ها اللومي بس اللومية الفاتحه مو ايوه لا طبعا. محمد شو الفرق بينها الفاتحه عن ما ادري عشان الشكل ترى بس عشان الشكل غير اللون بس ورد احط له مره ثانيه بهارات كامله الورق الغار والدارسين والمسمار والهيل كامل. صراحه مو قادره اتكلم ابي اخلص بسرعه ابي اروح حق مكان هناك. لو عبد الله نسيت ما قلت لك في يعني فرض اللي ما عنده فقع عادي يعني مو شرط الفقع بس انا سويته على الطريقه الكويتيه. الله يعني موسم فقع اسوي فقع والنعم موسم ما في فقع ما اسوي فقع. ذكرتني ايام المدرسه لما يقولون شو اسمك اقول والله سوسن كذي واقول والنعم حق روحي شوفي شلون والنعم. والحين الفقع له سلطانه. اي والله بعد شوي يطلع لنا شغله ثانيه شوف من بركات ام محمد وابتكاراتها. المهم الفقع انا شو اسوي يعني اقطه في يخنه الماي مال اللحم يطبخ معاه على اساس يطبخ وياه يعني يتحمل فقع يتحمل مع اللحم يتحمل مع انه سبحانك يا ربي هو شكله نفس البطاط لكن عنده قدره تحمل مو نفس البطاط بس يعني. هو اطيب من البطاط. اي قلتي لي تحبينه اكثر. حطيت ملعقه طعم سمنه شوي عشان تعطي طعم تعطي نكهه. اي بدل يعني طعم دهن العذاب. والله ابو محمد كيفك اذا اكلنا ونمنا عندك؟ كيفك بعد من يقدر يمشي عقب هالاكله؟ عليكم بالعافيه. الله يعافيك. لازم تنامي بعد هالاكله. الحين احط ماي على طول لبن بخمخيم اللحم احطه اشبس عليه. طبعا انا قايلت لهم كل كوب رز يبي له واحد نص كوب ماي اللحم او ماي الدجاج. حلو. اي او حتى الماي العادي اذا او ماي العادي يعني كل اذا ما عنده ما كمل واحد ونص. اي تقدر تحط ماي عادي انا بكمل ماي عادي لان ماي بكميه كافيه. خلاص انطره يصير حار يغلي وبعدين ارمي فيه الرز. خلاص خلينا نرجع احنا الحين على استاذ كفاح. النقطة حلوة أثارتها أم محمد بالنسبة حق الأولاد إنه إذا كانت الجموع كبيرة يصير في عندهم قلة بالاستيعاب، لكن أنا اللي أعرفه إنك أنت معلمة لبطيئي التعلم صح؟ خلينا نتكلم عن هذه الفئة. هو فعلاً فئة بطيئي التعلم وفئة كمان صعوبات التعلم بشكل خاص. فئة جديدة انتبهوا إليها وحتى صار الحين مدارس متخصصة فقط لها الفئة المعينة من الطلبة. نعم. اللي بيعانوا من تأخر يعني في التحصيل العلمي أو مشكلة بيواجهوها في عدم قدرتهم على أن يعني يكملوا بسبب مشكلة في 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 طريقة تفكيرهم. نعم. أو طريقة استيعابهم للأمور. فبيلجأوا أو بيحتاجوا لمساعدة معينة ومتخصصة. هون بيجي دور المدارس المتخصصة هاي أو المعلمين الاختصاصيين اللي بيعطوا لكل طالب خطته الفردية. كل طالب له خطة فردية ومنهج معين. أول ما يجي المدرسة بيخضع للتقييم يشوفوا مستواه بيحاولوا قدر الإمكان إنهم يعملوا له خطة على أساس إنه يعني يسرع العملية التعليمية بحيث إنه يكون قادر على
يعني انا احس ان عملكم جدا صعب، لان مثلا الصف تقريبا كم طالب؟ شوفي في 8 وفي 4 وفي 3، في اقصى حد هو لازم 8 طلاب، كل واحد عنده مستوى معين مع مدرسين. كل واحد مستوى معين وطريقه تفكير، يعني لازم المعلم يكون مركز على كل واحد على المنهج اللي خصص له اياه لازم يمشي عليه. بالضبط. جميل جدا. بالضبط. وهون التحدي انه لكل طالب بابه، ولكل طالب في المعرفه. وعلى فكره مو بس بالنسبه لهالفئه، هالفئه يمكن برزوا، ولكن بشكل عام انت وانا كلنا كل واحد له طريقه معينه للتعلم. صحيح. في ناس انا لازم اشوف هالكتاب ولازم اشوف هالكلمه عشان افهمها، مهما حكيتي لي، مهما اعطيتيني طريقه الطبخ. في ناس على فكره محمد اغلبهم شو ما قرأوا بالكتاب ما راح يعرفوا الا اذا اجت ام محمد وحكت لهم والله اعملوا هيك واعملوا هيك واعملوا هيك. صحيح. وانا واحده من الناس مستحيل اتعلم طبخ الا اذا شفته. فاحنا كلنا لنا طرق محدده للمعرفه. فاذا اعطي كل انسان الفرصة بأنه يتعلم على الطريقة اللي بتناسبه، ساعتها هو بيكون حصل لطريقه أو حقه التعليمي اللي منصوص عليه وفق القوانين. وفعلا الكويت يعني وأغلب الدول يعني حاليا فعلا بتهتم بهالفئة، لأنه بتعطيهم حقهم بأنهم يحصلوا التعليم أو الشهادة المدرسية المستجابة لهم. نعم. وإحنا الحين يعني من حقنا ان نعرف ام محمد شنو سوت. اكيد. ها ام محمد خلاص الحين شوربه اللحم، ماي اللحم يعني قلى، خلاص احط الرز فيه وقصر النار يعني حركه شوي شوي ليه يرتفع، احطه تحت حديده وخلاص وانطره ليه يطلع منه بخار وخلاص يعني. اوكي. يعني على المزاج وعلى الروائق يقعد على راحته يكون جاهز حقنا، والرز ابيض واللبن ابيض. الله. وقلبنا ابيض الحمد لله. وليالي رمضان جميله تجمعنا مع بعض مع ام محمد، صح ولا لا؟ ان شاء الله. ان شاء الله. بعدين ايش راح نسوي ام محمد؟ خلاص يعني غنمه تقديم، يعني يكون نحط خبز، طبعا مقطع خبز. يعني اول شيء نحط العيش صح؟ لا اول خبز. اوكي. خبز لبنان الخفيف نحطه ونصب شوي من المرقه مالته اللي هي على الخبز اللبن، وبعدين اللي سويناها مع النشا وهذا، وبعدين نحط الرز ونحط فوقه خلاص الفقع وهذا ويتقدم. واللحمه. اي واللحمه. اللحمه. والا لن تكون ليله لحميه. لن تكون ليله لحميه. ها ابو محمد في شيء جاهز عندنا؟ خلاص انا مجهزه طبق. الله يعطيك العافيه. كالعاده السحر التلفزيوني. انظري يا استاذه كيف. أنا بس يعني تشوفين الطبق أنا أبي الحالة الفلسفية اللي تعيشينها. قولي لي، قولي لي عنها. هذا الطبق. يا سلام. حاطه دار مدار الخبز طبعا من تحته بعدها. أيه. ومراشيته بالصنوبر حسب الذوق يعني. وهذا الفقع، الفقع طلعناه وحمرناه شوية. يعني وردين حمرته شوي كذي وحطيته. حمد مو قادرة أتكلم. بعد يعني أحس سكت الكلام. أنا أحس يعني خلاص ستوب مو قادرة أتكلم. وهذه هي زياده، هذه المرقه مالته اللي حطيناها باللحمه وباللبن وبالروب. هذه حاله حاله دقوس عندي صح؟ عادي عادي تنوكل وياها كذي. هذه تنوكل وياها. شيء جميل وشيء رائع. ام محمد طبعا مثل ما اقول لك اليوم وصلنا الى لحظه الحقيقه. الحقيقه الحين كانت في مباراة ما بين الأردن وما بين الكويت، وطلعت النتيجة المنسف، وتلقينا الحين وتقولي لنا شنو رأيك؟ مين اللي يفوز؟ مقارب إلى المنسف الأردني أم لا؟ وأكيد إن شاء الله كله نفس النكهة صح؟ أم محمد سمي، قولوا بسم الله تفضلوا، خلونا نذوق المنسف الكويتي، نسميه أم محمد؟ منسف كويتي. منسف كويتي في فقع. في فقع ها؟ إيه. أشوف لحظة. شيء جميل جدا يعني هاي الإضافة. أنا حجرب أول شيء النكهة الكويتية. يلا. عارفة؟ نجرب الفقع. بسم الله. مو محمد شيء لذيذ. نعم. استاذه شو رايك؟ لا فازت الكويت 2-0. لا انا ما اقبل، لان انا ادافع عن الاردن. لان الاردن شقيقه ودوله جميله وشقيقه يعني جدا رائعه، فانا اقول صار تعادل 2-2. يلا تعادل معلش. ان شاء الله. يلا تفضلوا. ان شاء الله مو محمد حلقه جديده ايش راح تجهزين لنا؟ مفاجاه. مفاجأة. بعد أن تحفظها خلاص خلينا إحنا الحين نأكل وإن شاء الله ننطر الحلقة الجاية شنو مفاجآت حلو زعفران. تفضلوا حياكم أكلوا. شكراً.